انا كنت فرحانه بزاف والحمد لله على هادنا اللي حداش ربحنا، الحمد لله على هاد الاداء هذا. وحق الله اكبر دليل انني فرحانه هو صوتي مشى عتحيه، وكنت فرحانه بزاف والحمد لله على التاهل. صراحه جاني الماتش واعر بزاف، طوب الدراري لعبوا ما جاتهم اداء في المستوى، وكنتمنى نوصلوا النهائي وناخذوا كاس العالم. ديديكاس صحابي اللي كيتفرجوا فيا. اليوم كان اداء مزيان، اللعابه لعبوا مزيان ويستاهلوا يربحوا، وديما مغرب وديديكاس لكاع صحابي. الصراحه فرحه لا توصف، اول مره نعيش هذا الشعور، احسن شعور في العالم. كم اليوم احسن نهار اليوم اللي دوزنا بزاف بزاف بزاف. انا فرحانه حداش متواجدين عند خويا خالد، وش حاجه لي بزاف، وفرحانه حيت قبضنا كاس العالم، وش حاجه لي واعره. تشجعوا مني تنافس على فرصه مشى، وتشكروا السي وليد الركراكي. مزيان الحمد لله، كنا ناويين نضربهم ثلاثه ولا اربعه، ولكن ما جابش الله شويشه هانيه ماشي مشكل. الاداء اليوم كان جد رائع، الاسود هزمت بشراسه يعني، وكانت مباراه يعني قتاليه بمعنى الكلمه، وتقول لك ان الاسود لا تصطاد بل اللبؤات التي تصطاد، ولكن العكس اليوم كان يعني اصطياد ثمين جدا تأهلنا الى الدور الثاني، وان شاء الله تكون يعني نتائج اخرى جيده في المباريات القادمه ان شاء الله. المنتخب الوطني المغربي يحقق تأهله للدور الثاني في نهائيات كأس العالم للمره الثانيه في تاريخه، مكررا انجاز 1986، ليكون وليد الركراكي بذلك اول مدرب محلي يؤهل الاسود الى ثمن النهائي المونديال، وثاني مدرب في تاريخ المغرب بعد البرازيلي المهدي فاريا في مونديال 1986.